هاد الإشكالية المطروحه لان هوامش التدخل تراجعت بحال اللي قلنا نسبه الملء السدود فهي ضئيله من جهه اخرى هنالك الاستعمال مفرط ديال الفرشه المائيه اللي هو الخزان ديال الماء ديالنا ديال المستقبل اللي هو تراجع كذلك واليوم كنا نقولوا ان الفرشه المائيه مثلا في لا تراجعت بخمسه الامطار هذه السنه بني عمير اربعه الامطار سوس اربعه الامطار برشيد ثلاثه الامطار شتوكه متر ونصف اذا علاش لان عندنا استغلال اكثر مما يدخل في الفرشه المائيه سنويا مليار الى مليار ونصف ديال مليون متر مكعب سنويا اللي هو ديال استغلال اكثر من نازم زياده على اشكاليه ديال التوحل ديال السدود اللي هي بالطبع فهي تشكل كذلك اكراه اللي هو توصل هذا التوحل الى ما بين 17 مليون متر مكعب الى 25 متر في السنه متر مكعب في السنه وفي المتوسط هو 48 متر مكعب في السنه